السروالي هو خرج بكل افتخار والقضاء ديالنا الناجحين الحمد لله كنا دايرين فيهم الثقه من خلال وفعلا هاد القبطه اللي تقبط هاد الزروالي عنده فيها الخير يعني هاد القبطه اللي تقبط بينات له بزاف ديال الحاجات بينات له البراءه ديالو بينات له بانه ولد الرضا بينات له بانه كيبغي المغاربه بانه كيغامر مع الكبير ومع مع الصغار ولكن من نهار اللي تقبط هاد الزروالي راه بزاف الناس اللي ضاعوا العيد الكبير انا العيد الكبير انا ساكنه هنا يا عباد الله كلشي مسطر الزروالي هنايا باش يعطيهم العيد ولكن الحمد لله هذه الحاجه الوحيده اللي كنا كنترضاو وطلبنا الله وطلبنا سيدي ربي يعني القضاء ديالنا حتى هما الله يعمر بهم الله يخلي لهم وليداتهم وحنا مكناش الحمد لله قضائنا كلهم نازيين السلطه ديالنا كلها نازيها الحمد لله يعني كنا كنقولوا باري هو باري انتم شفتوا كلشي كانوا بزاف ديال الناس كيقول لك بارطاجيه هادو كيشدوا الفلوس لو يوسف راه نصاب يعني بان اليوم يوسف ماشي ما بقاش يوسف نصاب يعني يوسف باري بالنسبه للاحتيال وخيانه الامانه يوسف دا واحد 7 شهور ديال التشهير يعقب عليه القانون ضروري كنوجه تاع النداء ديالي صحاب اليوتيوبرزات اللي كيتعايروا في التواصل ولا كيتعايروا عبر القنوات وكيتعايروا في الواتساب وداكشي يحاولوا راه التشهير راه غادي يتبعوا من المحكمه لان انتم شفتوا يوسف الزروالي شنو وقع عليه يعني نسبه الاحتيال وخيانه الامانه مشات ولكني كيدي ضريبه ديال انه شهر بشي وحدين والحمد لله ما ماشي مشكل المهم الحمد لله فاش دوز 7 شهور احنا الحمد لله احنا معنا دابا كيعانق الحريه الحمد لله احنا راه المحبين ديال يوسف الزروالي راه شي الحبيب ديالنا وراه حنا كنطلبوا الله طلبنا لله ليل ونهار في الشتاء وفي البرد غاديين جايين والحمد لله ربي ما خيبناش وما خيبناش ظننا والحمد لله تنطلبوا السلطه والمحكمه اللي وقفت وغارت الله يجعل سيدي ربي يوقف معنا